كلكم قناعه ان هذا الرجل يستحق الدعم، يستحق ان نكون معه ليواصل مسيرته لجعل الجزائر الجديده شعار حملته الانتخابيه في 2019، يجعلها دائما تنتصر ضد المظاهر السلبيه، ضد البيروقراطيه، ضد التخلف، ضد العدية اينما كانوا يحكموا ويوجدوه بالداخل وبالخارج. فهي جزائر منتصره ان شاء الله دوما به وبكم. خلالكم سيدي الامين العام، ارحب بكل من رافقكم. سيدي الامين العام اهلا بك. ايها الحضور الكريم، هذا الرئيس ابدا انه هذه الجاليه هي جزء لا يتجزا من الشعب الجزائري، لها حقوقها وواجباتها كالشعب الجزائري، عندها حقها في السكن، حقها في التقاعد، وراح تكون لها مزيد 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 من مكاسب في العهده القادمه. لذلك نطلبها باسمكم انها تتجلد اكثر كما تجلدت في الماضي، وتصوت للجزائر وتصوت للمترشح تاعنا عبد المجيد تبون. وباسمكم جميعا ان شاء الله يوم 7 سبتمبر نقويو زوج حوايج، نقويو الجزائر ونقويو هذا الرجل المترشح الحر عبد المجيد تبون بنسبه كبيره. عبد المجيد تبون اعطى الفرص الكثير في هذا المجتمع. الشباب اليوم يقودون وسندخل خدامين رئيس مرشح ولايه في الانتخابات، ورئيس بلدي الذي تقاسمتم معه مقاعد الدراسه. عبد المجيد تبون واخواني في هذا البرلمان، عبد المجيد تبون فرضها ليس مجرد حلم، قائمه مفتوحه بتركيبه متساويه 50% للشباب 50% للمرأة، وفي ذلك فليتنافس متنافسون. حنا قلنا لكم باللي المرحلة القادمة راجل مرحلة بامتياز وبلغة العقل، وعطينا المبررات. خدم عقلك يا اخوان، ادي وليدك ادي بنتك وروح فوطي تعلموا شوية الانتخاب. قال البلاد هذه هي أمانة عندكم، والريلو بالانتخاب موش على جال عبد المجيد تبون، لا روح انتخب على الجزائر، وحنا لازم نختار وما قاعد على الجزائر، ولكن حنا مع شركنا السياسيين وهذه الديمقراطية وهذا هو النقاش ما يجب ان يكون اخترنا رجل.